ما قلنا احنا مشكلة حزمة الفرح أيه. انها ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدها. الله يعني لو يزيدها يا خلينا رب. كل الحلقة عن حزمة فرح ما تكفي. يلا ورنا وش عندنا اليوم حزمة يعني فرح. بشكل سريع فيها معلومات انا ما اخذتها لاني قلت افاضل، يعني مثلا ارباح ارامكو، ارتفاع نسبة التطعيم، ما وصلنا ما شاء الله اليوم انت كتبت تغريدة حول صحيح 4 مليون، احنا في الطريق لأربعة مليون، ايوه عدينا يعني ثلاثة ما ونص. شاء الله من كل بحر قطرة في الأخبار. لكن خلينا نقول على الأخبار اللي مهمة جدا. تفضل. أولها المبادرة اللي أعلنتها المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، وكانت المملكة تنظر إلى معاناة الشعب اليمني بالدرجة الأولى ولم تجامل ولم تهادن من أجل أنه تراجع أو خلينا نقول قلة نفس في الحرب، لا نحن أهل الحرب ونحن أهل السلم، ولكن كانت تنظر ل معاناة الشعب اليمني، وكان من أهمها وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية حتى الشعب اليمني يتنفس. هذه واحدة. ثانيا الأقل استهلاكا للطاقة، تحلية المياه السعودية تدخل موسوعة جينيس. نحن الآن شوف خبر الأول سياسي، الثاني على المياه، شوف الثالث مبادرات التحول الوطني تمكن ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل وترفع نسبتهم إلى 12%. هذه مبادرة التحول الوطني. هيئة العقار وهدف يطلقان برنامج لتوظيف 11 ألف باحث عن العمل. مجلس الوزراء نجاح إطلاق القمرين شاهين وكيوب نتاج القيادة واهتماماتها على كل الأصعدة. شوف أنا قرأت لك 5-6 أخبار كل واحد ما له علاقة بالثاني، بدليل أن عندنا مسارات متعددة للنجاح. بالأغلبية الشورى يقر تشريعا لمكافحة التسول. أخيرا وأنا أعتبر هذا خبر الشهر، منصة إحسان التي تنقل العمل الخيري. صحيح. هذه والله من زمان أنا كنت أتمناها، والحمد لله أنه شفتها قبل لا أموت، أنه أنت تأخذ من الأموال من الأغنياء وتعطيها للفقراء بدون إهانة لكرامتهم أو بدون حتى أنك تحتاج أنهم يسألون، وبنفس الوقت فيها حفظ لتسرب المال أنه ما يتسرب لجمعيات. طريقة موثوقة وآمنة بالضبط. ورسمية بالضبط. وكان ضيفنا عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي وحكى لنا كل تفاصيل المنصة. شفتها والله أشكركم. شيء ممتلئ بالعطاء والخير والإنسانية حقيقة. والاسم وفقوا في الاسم، أنا أول ما شفتها غردت عنها على طول، وتابعت اللقاء اللي سويته مع الأستاذ الحمادي. الحقيقة شيء مبشر، وأنا متأكد أنه زي ما نجح موضوع فرجت حينجح هذا بإذن الله. وأيضا دكتور ممكن على عجالة نتكلم حتى على توقيت إطلاقها، يعني استباق شهر رمضان بالمنصة، أتوقع أنه خلال شهر رمضان توقيتها كان الحقيقة بالثمانيات كما يقولون أهل الرياضة. يا سعد وانت مع التوقيت حكايتك غريبة، الساعة اليوم على الكرسي. لا والله، لأن يمكن تعرف أحيانا أشرب شاي فتغفلون تسرقون مني دقيقتين، فأنا حاطة عشان في سر معين ارتباطها بالجيب ولا بس عشان الحفظ؟ لا هي لثلاثة أسباب أنا شرحتها، بس ما في مانع أعيدها مرة طبعا ثانية. أولا أول ما جت الساعة كانوا الرجال يعطون المرأة احترامها وتقديرها، يبغونها تتخصص في أشياء زي ما خصصنا الإسلام الحرير وما الحرير ملاب، فكانت المرأة تلبسها في الساعة، فالرجال يبغون يتركون هذه الميزة الجميلة للمرأة فحطوها في الجيب ما لبسوها بالساعة حتى يتركوا هذه الخاصية من خصائص المرأة. اثنين إنها تتحط في الجيب كعلامة من علامات إنه الساعة إنه الوقت كالمال، هذا تعبير الإنجليز، الوقت كالمال، الوقت كالسيف، الوقت كالذهب. الشيء الثالث انه الساعة لما تكون في جيبك انها مرتبطة بالستيرية، فانت قبل لا تطلع لازم تلبس الستيرية ويكون معك جيب تفصل جيب، ترى جاء فترة الناس ما تفصل جيب، فهذا السبب. في اسباب كثيرة ما ودي مرات فترة كان الموضة بدون جيب، اي مرات فترة يعني بدون جيب، هي الجيوب ترى متحركة حتى الان، في بعض الناس ما يحط جيب، في الان انتم الاعلاميين صرتوا تسوون جيب في السروال الداخلي عشان المايك، انا شفت بعض الناس في واحد يحط جيب للقلم، هنا يحط جيب صغير للقلم ويحط فيه، فهذه تقابل للتطور. ثقافه الجيوب يبغى لها مره كذا نروح لخبر